والشوافه اللي مشيتي عندها باش زيتي تصورتي باش تقول باش تسحر ليا، قالت لك غاس افو مسكينه باطمه الي اون بريزون. ولكن انا سبب ديال هاد السيده دخلت الحبس، راه حتى انا وقع ليا نفس المشكل، حتى انا عجب لي دخلني للحبس، راه فاش نزهر الزور عجب الله اللي شاد فيه بالزور. اختي ديك البنيه اللي ضربت هذيك السيده كون تواصل معايا نجي عندي نحل المحرفه ونجي تقز معنا الدار، ما عنديش مشكل انا نهزها. بغيت نعرف علاش هاد الغير، علاش هاد الجالوزي اللي فيكم؟ اقول له والله تيرزقك ولا الله تيعطيه، علاش بالضبط؟ علاش بالضبط طرحت شي عروسه؟ هي بغيت نقول لكم الناس اللي كتدخل تكومونتي على العريسات ديالي، بغيت نعرف علاش فيكم الغيره وفيكم السم وفيكم الحقد اللي كتبقاو تكتبوا العريسات وتدخلوا على العريسات تقول لهم شوف شنو كاين، اشنو المغزى ديالكم. انا كنقول لكم انا راه خدمت الحمد لله ودرت شغلي الحمد لله، راه دابا كندير معكم البيريتيف. ايه البيريتيف؟ البيريتيف اللي كندير معكم، مرحبا بكم. ايه البيريتيف؟ ايوا شكون بهاد القضيه؟ ما يكونش الانسان مريض بيا، ما يكونش الانسان مريض بيا. وديك النقافه اللي كدور هنا في مراكش تقول له بغيت ندعيه، انا بغيتك سير دهيني، سمعتيني عود الحجله، سير دهيني، مابقاش دور لصحاباتي. راه اللي بيدير شي حاجه ما تيهضرش، اللي بيدير شي حاجه ما تيبقاش ينبح. سير سير، السم اللي فيك راك ساكن في دار الوراثه، حتى حاجه ما عندك، راك في دار الكرا ودار الوراثه، ما عندك حتى شي حاجه. لا باقيش تسبوا الناس وتسبوا العريسات، لا باقيش. علاش علاش اي عروسه كنحطها انا تدخلوا تسبوها؟ اجل اجد لكم عروسه، واش حتى لهاد الدرجه نتوما مرضين بيا؟ هذا سميتو ما هذا سميتو مرض. انا غادي لقدام، وانا اي حاجه كندير كنديرها بالسكات، حتى نصرف قبنادم فهمتيني، ما تنبقاش نحلف ونقول عندي عندي، انا ما عنديش. انا انسان نقولها لكم، انا انسان عندي ماضي، عندي ماضي، لانه انا كما تنقول لكم انسان بديت من الزيرو لا شيء. ما لقيت با عنده الفيلا، ما لقيت عنده فيها الكلب، ما لقيت با وزير ولا با رئيس دوله، با اي انسان عادي، كان جزار وكان حساس، ما كان حتى شي حاجه اخرى. راه هادشي راه حقد. وحاجه نقول لكم، انا ما كنحتاجش لي زابليكاسيون. دابا نشرح للناس، راه كاين لي ميك اب ارتيست كيشريو ابليكاسيون ديال الفيديو ديال 3000 درهم باش دابا كتقول لك شي واو. وكاين صحابات الفيس دابا نحط لكم تصاور عندي دي ميك اب ارتيست هنا في مراكش نيت، والله تشوفوا قبل وتشوفوا من بعد تصدموا وكتدخلوا تسبوا. وما داك اللي مرض هنا في مراكش هذاك ولد الحجله مع داك الميك اب ارتيست هنا اللي مريض، الله يشافيك ولا يشوف من حالك. حيت انا في 2019 انا سترتك في 2019، انا في راسي مريض انت بالسيده باش نقولها لك، وما عمرني قلتها لشي حد، ودرتك اشهر في لاباج عندي انستغرام. هي ما تكون باقي عندي كلشي، باقي عندي الطاق، باقي عندي كلشي، ولكن سد فمك. حيت لما سديت فمك عرفتي انا راه انا مثلا انا راه وجهي قاسح فهمتيني، انا وجهي قاسح حيت انا نوقف لك في القرجوطه. وسير كل دواك وتعيش مع مرضك، الله يشافيك والسلام. ولا نجبد لك الاصل ونجبد لك المقدم اللي كنشنق راسو، نجبد لك كلشي المقدم ديال العساوه اللي كنشنق راسو، قال لك مرض التوكل. دابا نجبد لك الماضي ديالك وخلي عطيني تسعة. اما ديك النقافه مسكينه بنت الحجله، ديك النقافه اللي ما خداماش، سيري ديري الدار كيف الناس، كون عندك دار في ملكك على قدرت تنقفت. انا نقولها لك شي باش تكون نقافه وتمشي تدخل الدفوع قدام النقافه واعره اللي هي منيه بن جلون خدامه في العرس، وانت داخل تدخل الدفوع شفتك الشوا بينتي راسك انك ما حتى حاجه. مسكينه النقافه دار التاويل، كانت باغمي لي ميور هنا في مراكش، هجتيها ديتي لها الدجاج، حماقت مسكينه، بعت كلشي سحرتو لها تبعتوها مسكينه، الدجاج 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 تهربتوها مسكينه، هربتوها اشنو؟ شوفوا اقسم بالله العظيم العظيم، الا كون كل واحد تيشوف مستقبله كيشوف حياته كيشوف هذا غتنجحوا، ولكن حنا واحد الفئه فينا في المغاربه. اما ديك النقافه مسكينه بنت الحجله، انا نقول لك شارون قابلت كاشتك وقابل مضامك، على قلت الله اكبر، الله يلقيها لك، الله يلقيها لك وهذا الاذان، الله يلقيها لك وهذا الاذان، الله يلقيها لك وهذا الاذان. والشوافه اللي مشيتي عندها باش زيتي تصورتي باش تقول باش تسحر ليا، ما عرفتش انها شوافه، ما عرفتش على انها شوافه، وخدمت لها لبنتها في العرس وهزيتي تصورتي وديتيها ليا، قلتي لها ديري لها سيد الدجاج وتقفيه. تدور ليا نمره التليفون كتقول لي السلام عليكم سي جواد هذا، قلت لها ايه، قالت لك اخويا انا شوافه
وخدمتي ليا لبنتي وتعاملتي معايا زوين، ما كتعرفنيش انا كتا شوافه، ولكن هزتي فلان وفلان جاب لي التصبرت وقال لك طق فيه وديري ليه وفيه ليه وترك ليه. قلت له ما نقدرش اخويا ناديك جواد لانك خدمتي ليا مع بنتي وتعاملتي ليا مع مزيان. شي شحال خايبه على قولك الله اكبر. سمعتيني انقفه الفاشله، قلت لك هذا الاذان والله يلقيها لك ويا ربي لك نقلب انا زوين يسر ليا وبعدني على الناس كما بعدت السماء على الارض. وهاد السيد اللي مشى عند الشوافه ودا تصور باش يتقفني، بغيت نقولها لك عاوتاني، ها الشوافه خدمت لها البنت وما عرفتها كاع الشوافه، واتصلت بيا قالت لي خويا راه فلان جاب لها تصورتك، وقال لها طنط طنط نشوف سير اخويا دير يقينك بالله وايمانك بالله ودعي الله وحتى جبعتك الله، كون على يقين انك تنجح في حياتك وتنجح في خدمتك. ولكن مهما انك كنت متابعني متابعني ومتابع الناس وكتسحر الناس حياتك كلها بتبقى عذاب. راك انت عارف اش واقع لولادك، راه كل 3 ايام تتديهم للسبيطار، هذا دليل من عند الله ان الله راه غاضب عليك لانك تتأذي الناس، كتأذي الناس وبزاف. سير اخويا سير خدم على راسك وتعامل مع الناس زوين، واللي جا عطيه صوابو لا بقاش تنافق لا بقاش تأذي الناس، راه تأذي نفسك منك للخالق، ولكن الا اذيتي الناس راه وعند الله تجتمع الخصوم، راه غدا قدام الله ما عايش لك داك الانسان اللي اذيتيه ولا سحرتي ليه، فهمتيني؟ ما عايش يطلقك، ما خليتي ما درتي. تنقولها لك انا ما تنشري مضمه ما تنشري ميده ما تنشري عماريه، انا راه خدامي بقلم تنعكر وششوار تنقد به الشعر، الله يجعل البركه الله يجعل البركه. قانع شي نخدم انا مره في السيمانه، قانع الله يجعل البركه، هي باش نوكل وليدات نخلص من قرايه ولادي، الله يجعل البركه. قالت لك غاس افو مسكينه باطمه اليوم بريزون، والله يجعلك اختي تمشي ليه انتيا غاس افو، وزيرها تقليد في بين كتافك انتم هي فين ما كان شي خنز داخل بفوق ونقول غاس افو. ولكن انا سبب ديال هذا السيد دخلت الحبس، راه حتى انا وقع لي نفس المشكل، حتى انا عجب لي دخلني للحبس. الا كنت انا فعلا تنأذي الناس كنبقى تقلد بشي حوايج، سير اختي سير الله يعطيك الجربه سيري. الحرام هو الدي ديال عباد الله، الحرام هو انك تقتل عباد الله، هذا هو الحرام. اما انا اختي هاد الشانطي وطرماكي طرماكي العائلات، طرماكي مرت فلان ومرت فلان وتندخل عند مرت فلان وتنقاتل مرت فلان الحمد لله بالاحترام، وترقص راه تقدر تدخل الجنه، داكشي تيبقى الله اللي عالم. الحرام هو تشهد بالزور اختي حبيبه، الا كنت شاهد بالزور الله يجيب لي تشهد فيها بالزور، فهمتيني؟ الا كنت شاهد بالزور الله يجيب لي تشهد فيها بالزور، شي اللي كنعرف انا راه كما تدين تدان، هادشي اللي كاين تشهد بالزور. يا اسف على راه خصكم تعرفوا واحد القضيه، خص يكون ايمانكم بالله قوي، خص الانسان يكون مؤمن بزاف. راه فاش تقول واحد الانسان يشهد بالزور، راه انا انسان مؤمن بالله، راه فاش نزهر بالزور عجب الله اللي يشهد فيه بالزور، لم اشهد في هذا. واللي عمره شافني شي محكمه واقف مع ديك السيده انا وياها يعطيني الفيديو، فوالا اللي عمره شافني شي محكمه مع ديك السيده. دابا السيده الله يسهل لا فك وحيله، وانتم داخلين راه ما كاين اللي خرج عليها قدكم، قد هاد النقافات الخنزات، راه ما كاين اللي خرج على ديك السيده قدكم، ما كاين اللي خرج على ديك السيده قدكم. قالت لك واش خدمت حلال واش بدخل الجنه، فوالا. وانا دخلت باش نهضر على داك نهضر على داك المخ ديال النقاف الفاشل تاع مراكش، تنقول لك سير خدم على راسك. المهم انا درت اللايف على قبل داك السيد وعلى قبل داك الاخر، داك المريض نفساني ومريض ذاتيا، سير عالج راسك. ولا بغيت هاد المرض تسحر ليا ديني معاك كاع نمشي معاك وتسحر ليا، ما يشد فيا حتى شي حاجه باذن الله. قال لك انت محسد بغيتي تشد مراكش بوحدك، انا ما كندير فيس اب ما كندير ابليكاسيون، ياك خدام كاع ماشي طوب خدام يوميا، كتلقيني في كازا كتلقيني في الرباط كتلقيني في هنا في مكناس كتلقيني في فاس كتلقيني خارج المغرب بركه، هو اللي طوب راه ديما باقي في مدينته. المهم هذا الميساج انا صيفطت لذاك اللي دات صورتي بيسحر ليا، فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. جيت بعدا نقول واحد القضيه، الميك اب ارتست المغرب الله يحفظك لاله الامير، راه الميك اب حنا كنتانسبيرو من الاميرات، حنا كمغاربه عندنا مكياج مغربي، ما عندناش غياب ماكياج شرقي ولا خليجي ولا ماكياج الفراعنه. انا بعدا الكونسيب ديالي هو العروسه تبقى سامبل وتبقى مغربيه 100% مغربيه محضه، ماشي خصني ندير الرموش الفوق الرموش لتحت وداك الشيء باش تبان فوالا. شوف واحد القضيه دابا ولا لي زابليكاسيون فيديوهات ولا لي زابليكاسيون ديال فيس اب،
والاكثريه اكثريه كيحطوا الفيس اب التصويره. ما يمكنش العدد. علاش ما تيثقوش في راسهم؟ انا كنثق في راسي، انا كنحط صور، كنصور بتليفوني، حيت ما عمرت التصويره ديال التليفون كتكون احسن ديال الفوتوغراف، حيت الفوتوغراف اللي كيبين لك هو اللي كيبين لك تيبين لك التصويره كي دايره. اختي ديك البنيه اللي ضربت هذيك السيده كون تواصل معايا نجي نعلم المعرفه، نجي تقز معنا الدار ما عنديش مشكل، انا نهزها. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.